برافو برافو كفو يلا برافو 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 هذا نحن استخدمنا في طاقة شمسية بحكم ان نحن نتكلم عن الاستدامة، فالطاقة الشمسية هذه كلها طاقة طبيعية استفدنا منها من الكهرباء ومن التكييف ومن الإضاءة، ومن ثم عندنا في منصات أخرى موجودة حولنا رطوبة الجو إلى مياه نسقي من خلالها الزرع اللي موجود حولنا. المكان هذا راح يكون مكان طلاب المدارس في المستقبل يستفيدون منه بطريقة ترفيهية، بطريقة توعوية، بطريقة تثقيفية إن شاء الله في المستقبل، لأجل التوازن والرجوع للطبيعة بشكل أفضل إن شاء الله، أفضل ما نحن عليه. شكرا، بارك الله فيك. عاد فيكم ما سمع عن الشرح.